وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القاهرة الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بك ومرحبا دكتور محمد. إذا مصر تنتهي من إنشاء معسكر إيواء ثاني للنازحين داخل قطاع غزة، والاستعداد لإنشاء مركز أو معسكر ثالث ومستشفى ميداني في دير البلح. كيف ينظر إلى كل هذه الجهود المصرية في السرعة والتصميم لإيواء وإغاثة الفلسطينيين؟ مساء الخير على حضرتك وعلى السادة مشاهدي قناة القاهرة الإخبارية. في الحقيقة طبعا يعني هذا الجهد أو هذه التطورات المهمة هي في تقديري انعكاس للجهد الدبلوماسي والسياسي الذي تقوم به الدولة المصرية على مدار الساعة منذ أن بدأت الأزمة في 7 أكتوبر وحتى الآن. لكن فيما يتعلق بالشق الإنساني، الجهود المصرية تطورت بشكل كبير يتعامل مع الوضع الإنساني المعقد داخل قطاع غزة. في المراحل الأولى من الأزمة كان التركيز على يعني نفاذ المساعدات الإنسانية وإجبار الجانب الإسرائيلي على القبول بدخول هذه المساعدات بأكبر قدر ممكن وعلى طوال أو لأطول فترات زمنية ممكنة. لكن الآن الوضع يعني أخذ أبعادا جديدة، وأعتقد أن هذا راجع مرة أخرى إلى الجهود المصرية الضخمة التي تبذل في هذا الإطار. الأمر الآن لم يعد يقتصر على إدخال المساعدات أو الضغوط على الجانب الإسرائيلي لإدخال المساعدات الإنسانية، لكن هذا الجهد أو الجهود المصرية في المسار الإنساني أخذت أشكالا أخرى. بدأت بإقامة المعسكر الإيواء الأول ثم المعسكر الإيواء الثاني والاستعداد أو بدء الإجراءات الخاصة بإقامة المعسكر الإيواء الثالث. بالإضافة إلى ذلك يعني هناك الجهود المصرية أيضا فيما يتعلق بتغيير طبيعة الهدنة المنتظرة. الهدنة لن تقتصر فقط على الجوانب الإنسانية بجانب تبادل الأسرى، لكن أيضا هناك بعد مهم يتعلق بتطوير الجهود الإنسانية في هذه الهدنة. الأمر يأخذ هنا أكثر من مستوى، منها أولا زيادة حجم هذه المساعدات وفقا للتقارير المنشورة أو المعلنة تتحدث عن 500 شاحنة يوميا على مدار فترة الهدنة، وهذا يعتبر نقلة نوعية كبيرة. بالإضافة إلى ذلك فإن هذه المساعدات يعني ستطال قطاعات أو مناطق مختلفة في قطاع غزة منها الشمال أيضا، وبالتالي هذا يعتبر انعكاس أو يعني تحول كبير في هذه الجهود المتعلقة بالشق الإنساني. فضلا عن ذلك سيكون هناك انخراط بالتأكيد في عمليات إصلاح المستشفيات بالإضافة إلى إقامة المستشفيات الميدانية. فبالتالي نحن إذا جهد متكامل أو عمليات متكاملة فيما يتعلق بالشق الإنساني فقط. هذا يعتبر شق واحد او بعد واحد في الجهود وكما بدأت او المسار المتعلق بالمساعدات الانسانيه. دكتور محمد، فيما يخص الشق الدبلوماسي والسياسي كانت مصر حاضره، ونركز هنا عن حديث وزير الخارجيه المصري من تحذير القيام باي عمليه عسكريه داخل رفح امام مجلس حقوق الانسان الدولي. ما اهميه ان تتحدث الدول العربيه وعلى راسها بالطبع مصر عن حقوق الشعب الفلسطيني والقضيه الفلسطينيه؟ بدأت كما ذكر دكتور بإنفاذ هذه المساعدات إلى داخل قطاع رفح، قطاع غزة عفوا، رفض التهجير القسري للفلسطينيين، الدفاع عن القضية الفلسطينية، وحتى الجهود المصرية فيما يخص الهدن بين حماس وإسرائيل، وآخرها فيما يخص عملية عسكرية داخل رفح، وهذه الحديث عن مراكز لإيواء النازحين داخل قطاع غزة. أهمية كل هذه الجهود العربية وعلى رأسها مصر في مواجهة كل الظلم والانتهاك التي يتعرض له الشعب الفلسطيني. يعني الشق الإنساني أو الجهود المصرية فيما يتعلق بهذا المسار هي واحد المسارات فقط، لكن هناك مسارات أخرى لعمل الدولة المصرية، منها إحياء القضية الفلسطينية، بناء يعني كتلة دولية كبيرة مؤمنة بتسوية عادلة وتاريخية ونهائية للقضية الفلسطينية وفقا لمرجعيات محددة. لكن بالإضافة إلى ذلك يعني لا ليس يعني من المتصور أن الدولة المصرية تعمل فقط على
الشق الإنساني وتهمل الجوانب الأخرى. ففي نفس الوقت الذي يعني تقوم فيه الدولة المصرية بهذا الجهد الكبير فيما يتعلق بالشق الإنساني، لكن أيضا هناك جهود تتعلق بمسألتين مهمتين. المسألة الثالثة يعني بالإضافة إلى العمل على إحياء القضية الفلسطينية وفتح أفق لتسوية عادلة ونهائية وتاريخية، لكن هناك يعني جهود مصرية في مسارين آخرين مهمين. المسار الأول هو العمل على وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، والدولة المصرية هنا تتعامل مع هذا الواقع الدولي المعقد للوصول إلى هذا الهدف. وهناك طبعا مؤشرات عديدة على الاختراقات التي حققتها الدبلوماسية المصرية في هذا الإطار، منها التغير المهم في الموقف الأمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية الآن باتت تقف بجانب مصر فيما يتعلق بالدخول في هدنة إنسانية طويلة، وخلق أو النجاح في إقامة هذه الهدنة الطويلة سيخلق واقع مختلف داخل قطاع غزة، وسيخلق واقعا دوليا مختلفا فيما يتعلق بأهمية الوصول إلى وقف الإطلاق النار. بجانب ذلك هناك موقف مصري واضح ومعلن ويتم التأكيد عنه أكثر من مرة، وهو ضرورة عدم تنفيذ عمليات عسكرية في منطقة رفح الفلسطينية. فبالتالي الفلسفة المصرية هنا هو العمل على مسارات مختلفة حتى نصل إلى الهدف الرئيسي. نعم، وهو إنهاء هذا العدوان، تخفيف الأعباء والتكاليف الإنسانية الضخمة لهذا العنوان على الأشقاء داخل قطاع غزة، حماية القضية الفلسطينية دون التصفية، بالإضافة إلى ذلك العمل من خلال مسارات يعني مرحلية، وأهمها ومسارات متعددة على جميع المستويات سياسيا ودبلوماسيا وإنسانيا. من القاهرة دكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك.